الجامعة اف ام، الجامعة اف ام 101.7، الجامعة اف ام 101.7. لا تزال ليبيا تخسر المليارات جراء تهريب الوقود إلى دول الجوار والدول المطلة على البحر المتوسط، ولا يزال الشعب الليبي رهين طوابير المصارف وشح السيولة وارتفاع قيمة الدولار. انتظروا لقاءنا المباشر مع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان البحرية أيوب قاسم، وآمر الدوريات لحرس السواحل لقطاع طرابلس أبو عجيل عمار، وذلك يوم الإربعاء عند الساعة 2 ظهرا على الجامعة اف ام. وبإمكانكم المشاركة باتصالاتكم على الرقم 021-462-7905. سنوات طويلة والأموال الليبية تستندف جراء تهريب مشتقات البترول إلى الكثير من الدول، ولا يزال المواطن يعاني العديد من الأزمات على خلفية عمليات التهريب، من انقطاع الكهرباء إلى البنية التحتية المتهالكة، وأموال ليبيا تذهب إلى غير الشعب الليبي. مستمعين راديو صوت الجامعة، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتخصصة للبحث في أسباب تهريب الوقود. عندنا ضيفنا الناطق المتحدث باسم رئاسة الأركان البحرية أيوب قاسم، أهلا بك سيد أيوب. مستمعينا راديو صوت الجامعة، نستمع التقارير اللي جهزناه لكم وبعدين نبدأ الحوار. ليبيا من سنين طويلة الثروة بتاعها تتهرب لدول تانية، ناس مش ليبيين مستفيدين وإحنا شادين طوابير المصرف، والدولة تعاني والبنية التحتية صفر. يا أخوي الليبي تعال نحسبوها بالورقة والقلم، خسائر ليبيا من تهريب الوقود شن ممكن تغير من وقعنا؟ ليبيا تخسر مليار إلا ربع سنويا، باهي غالي شن يديروا المليار إلا ربع؟ الفلوس هذه تغير هلبة، مثلا ممكن تبني أكثر من 10 أبراج نفس برج خليفة اللي في الإمارات، واللي يكلف الإماراتيين مليار ونص، يعني يكون في برج خليفة في سبها وبنغازي وطرابلس ومدن تانية، ولا تبني هالبأبراج زي التوأم الماليزي برجين بترونوس واللي مكلفينهم بس مليار وستمية مليون. السعودية في 2018 وقد عقد إنشاء أكبر مشروع طاقة كهربائية بقيمة 5 مليارات، نقدر نديرو زيهم وننسو إزعاج المولدات وساعات طرح الأحمال في هالنوع. باختصار النفط هذا رزقك ورزق صغارك ما تفرطش فيه. الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر تهريب المحروقات. أستاذ أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية، ونعتذر للمستمعين عن غياب أبو عجيلة عمار أمر تشكيل دوريات بقطاع طرابلس في ظرف طارئ. أستاذ أيوب تحدث لنا عن مدى خطورة تهريب المحروقات من البحر والفوارق بينها وبين تهريب المحروقات عبر البر للدول الثانية. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم أولا ونحيي راديو الجامعة على هذه اللفتة الكريمة، وبخصوص استضافتنا لمناقشة موضوع مهم جدا يهم الدولة الليبية ويهم اقتصادها، ألا وهو تهريب الوقود. ونشكر الأخ بدير والأخت حنان على اختيارهم لهذا الموضوع، وهذه أرى أن المشاريع الجامعية ينبغي فعلا أن تنبثق من روح الوطن الذي ومعاناة الوطن والمواطن، ومن إدراك أهمية الأشياء التي قد تؤثر في سلامة الوطن وتؤثر في أمنه وفي مستقبله وفي راحة أبنائه. فنشكر لكم جدا هذا الاختيار الموفق، ونتأمل أن نجد كثير من المشاريع تعالج الكثير من القضايا التي يعاني منها الوطن ويعاني منها المواطن الليبي. وتحية لكل العاملين براديو الجامعة، ونحيي كذلك الجامعة التي تبنت هذا المشروع وتبنت هذه الإذاعة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. يا رب.
بالنسبة لأهمية أو مدى تأثير تهريب النفط أو الوقود من البحر ومقارنة بالتهريب من عن طريق القنوات الأخرى، أرى أن التهريب من البحر هو من أخطر أنواع التهريب الوقود. لماذا؟ لأن الكميات التي لشحنة واحدة لناقلة واحدة قد تستغرق عن طريق نقلها برا بطريقة التهريب التقليدية التي نراها عبر المنافذ، قد تستغرق إلى عدة شهور حتى نصل إلى ناقلة واحدة. نحن ضبطنا ناقلة فيها 9 مليون لتر، يعني 9000 طن، يعني حاجة أرقام كبيرة جدا. هذه ناقلة واحدة، ولهذا تأثيرها بالتأكيد سيكون تأثير كبير جدا لو نحن تساهلنا مع هذه الظاهرة وتركناها تمر بدون أن تقوم الجهات الرقابية والمتمثلة في حرس السواحل والبحرية الليبية في التصدي لهذه الظاهرة. نحن أدركنا خطورة التهريب من البحر، بحيث أن لأن الكميات الكبيرة التي تقوم بها تقوم بشحن هذه الناقلات، هو قد لو قدر له أن فتحت أمامه كل باب، صدقني لن يستطيع المواطن الليبي عندها أن يشتري لتر واحد قد يصل إلى 10 دينارات. ولكن الحمد لله البحرية الليبية وحرس السواحل رغم قلة الإمكانيات استطاع إلى التصدي لهذه الظاهرة ونجحها بشكل كبير. سيد أيوب، تحدث لنا عن جهود البحرية الليبية في مكافحة ظاهرة تهريب المحروقات. نحن أول شيء لابد أن نشير إلى أن القوات البحرية وحرس السواحل إلى أنه يعني نعاني من قلة الإمكانيات وقلة القطع البحرية التي يستطيع بها البحار الليبي والبحرية الليبية وحرس السواحل من أن تقوم بدورها الكامل والمتكامل. نحن بعد 17 فبراير يعني عندما كانت البحرية قد شبه منهكة، هناك إنهاك من قبل 17 فبراير، اللي هناك خروج العديد من القطع البحرية عن الخدمة بإغراقها، باستعمالها كأهداف، باستعمالها كخردة. وأثناء حرب التحرير التحالف الدولي الذي جاء تحت اسم دعم ليبيا أو مساعدة الشعب الليبي في أو حماية المدنيين، للأسف الشديد كان هذا التحالف كثير من الموجودين بداخله لديهم أجندات أخرى، يعني قاموا بإغراق أغلب كل السفن التي كانت قادرة على العمل البحري، يعني حوالي 7 قطع تم إغراقها في طرابلس وغير طرابلس، وما بقى من القطع البحرية قطع متهالكة غير قادرة على تحتاج إلى صيانات كبرى، تحتاج إلى أعمال تحويل غيرها وغيرها. ولهذا نحن حاولنا أن يعني بطرق ما أو كذا صيانة بعض القطع وبعض الزوارق، ونجحنا في هذا العمل. نحن من 17 فبراير يعني تم ضبط حوالي 14 قطعة، يعني عندما نتحدث عن المضبوطات بشكل كامل ضبطنا أكثر من 80 قطعة بحرية، من جرافات، من ناقلات، من تهريب وقود، من تهريب مخدرات. البحرية الليبية قامت بضبط أكبر شحنة مخدرات في التاريخ لشحنة واحدة تقدر بأكثر من 30,000 طن، حوالي 30 طن، يعني حوالي 31 كيلو، 30,000 كيلو من الحشيش. ضبطنا خلال مجموع هذه الناقلات ضبطنا 14 ناقلة من مختلف البلدان، يعني عليها مجموع ما تم ضبطه من حوالي يعني من هذه القطع أكثر من 10 دول، والبحارة حوالي يتجاوز 700 بحار كانوا يشتغلون على هذه القطع، ومن أكثر من 20 دولة. ومن بين هذه القطع من 80 قطعة هناك 14 ناقلة تم ضبطها خلال هذه السنوات. سيد أيوب، أنت تحدثت عن قلة الإمكانيات، هل توصلتم مثلا مع الجهات الرسمية لدعم الحرس السواحل الليبي لأداء مهامه في مكافحة ظاهرة التهريب وغيرها من الظواهر السلبية التي تستغل عبر البحر؟ يعني دائما هناك يعني
للأسف أقولها بصراحة، يعني الحكومات المتعاقبة، الحكومات المتعاقبة لم نجد هناك الإرادة السياسية الحقيقية لدعم البحرية الليبية. أنا أتحدث عن البحرية وأتحدث عن الجيش الليبي. يعني كانت عندنا فرصة جيدة 2012-2013 ربما إلى حتى 2014 في حصولنا على بعض القطع حتى مستعملة. احنا طلبنا حتى لا تكون قطعة جديدة، يعني نحن نستطيع انك انت عندما تحجز في قطعة جديدة تحتاج عدة سنوات حتى يتم تجهيزها ويتم بنائها على حساب ليبيا وغيرها وغيرها. لكن هناك عروض لجلب قطع مستعملة تم معاينتها من قبل مهندسين وتم إقرارها من قبل الشؤون الفنية وتم فيها كل شبه الإجراءات متكاملة يعني، ونحن حتى المبالغ كانت معقولة جدا، كان بالإمكان إحضار مجموعة قطع من هذا، ولكن للأسف قلة الدعم. نعم لم نجد الإرادة الحقيقية لدعم البحرية، ولهذا حاولنا بقدر الإمكان أن نعتمد على أبنائنا في صيانة بعض القطع، وكذلك جهودنا الجهودات الذاتية جهودنا التي أحرجت الاتحاد الأوروبي. يعني نحن نتعامل خاصة في مسألة مكافحة الهجرة، عدنا 4 زوارق، يعني إيطاليا كانت في وفق الاتفاقية 2008 تم تسليمنا 6 زوارق من الجانب الإيطالي على أن يتم استبدالها بزوارق جديدة اعتبار من 2013، ولكن بعد 17 فبراير بقوا منهم 4 فقط. تحجج الجانب الإيطالي بعدم وجود الإمكانيات وغيرها وغيرها، فطلبنا منه صيانة هذه الزوارق 4 المتبقية. ذهبوا في 2013، طبعا بقوا هناك لغاية 2017 نتيجة الأعذار أن عدم لوجود الأمن، عدم من يتحمل مسؤولية تسليمهم وغيرها فهناك. و2017 عندما وجد الجانب الإيطالي أن هناك تدفقات الهجرة زادت بشكل كبير جدا وأن حرس سواحل فعلا لديه الإرادة في عمل في إنقاذ المهاجرين، وقام بإنقاذ يعني في تلك الفترة أنقذنا أكثر من 60,000 مهاجر بإمكانيات محدودة. في 2017 تم إرجاع هذه الزوارق إلى ليبيا، وهذه والسنة الماضية تم دعمنا بزورقين آخرين لاستكمال 6، صاروا 6، عندنا 6 زوارق ومع بعض الصيانات التي قمنا بها لبعض الزوارق. فحاليا نستطيع أن نقول أن هناك يعني حاليا بدأ حرس السواحل البحرية تتحرك بشكل أو بآخر. عميد أيوب، لديكم إحصائيات عن عمليات التهريب السنوات الماضية، أطلعنا على أبرز تلك الإحصائيات لو تفضلت. فيما يتعلق بالجانب الوقود نتحدث، يعني قلت لك نحن كقطع إجمال القطع التي تم مصادرتها وضبطها في كل ما يتعلق بالصيد غير القانوني، فيما يتعلق بتهريب البضائع، تهريب المخدرات، تهريب الخمور، تهريب السجائر، وكذلك تهريب الوقود. تهريب الوقود تحديدا تم ضبط حوالي 14 ناقلة مختلفة الأحجام، وهذه الناقلات تحمل أعلام لدول متعددة وفي على متنها ركاب من على عفوا أتقم حتى هي من دول أجنبية متعددة. استطعنا يعني والشحنات التي تم مصادرتها تقدر بعشرات الآلاف، يعني تقدر بملايين اللترات أو عشرات الآلاف الأطنان. سيد أيوب، يعني أنت قلت أنا قبضت على أعداد من النواقل النفط المهرب، يعني لو تطلعنا هل تعرضتم يعني لمواجهات بينكم بين المهربين في هذه الحالة؟ أي تمام. نعم، يعني مواجهتنا نحن نتيجة لقلة الإمكانيات ونتيجة للأمن، وهناك لا ننسى أن هناك حظر من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كما يقال للأسف، حظر بعد 17 مبارك بتصدير الأسلحة إلى ليبيا. فوبقت عندنا مكالمة بس نشوفها سيدي، سمحنا نقص عليك ثواني بس. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم، ممكن الخط مفصل.
تفضل سيد أيوب، طلعنا على المواجهات اللي صارت بينكم بين المهربين. يعني لا يخفى أن ليبيا حاليا تحت البند السابع يعني، وحضر عليها الاستيراد الأسلحة وكل القطع، القطع البحرية المسلحة ممنوعة على الجانب الليبي، رغم أن محاولتنا نحن حاولنا حتى مع الجانب الأوروبي، وحاول الجانب الأوروبي وعدنا بأن يدعم على أن استثناء. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أيوة تفضل سيد أيوب. كملنا بموضوع البند السابع وكيف يعني كيف تأثير على الموضوع هذا. بالتأكيد نحن دائما الجانب الآخر، الجانب الأوروبي أو غيره، دائما يتحججون بأن عدم إمكانية عدم إمكانية بيع أو تسليم الجانب الليبي أو البحرية وحرس السواحل القطع التي بها أسلحة نتيجة للحظر الموجود دوليا على الجانب الليبي على نعم. فنحن يعني حتى الزوارق، حتى الزوارق التي أتت من الجانب الأوروبي هي زوارق دورية، هي زوارق دورية، زوارق لا تحمل، ليس فيها تسليح. فنحن حاولنا بإمكانياتنا الخاصة في بعض القطع التي نملكها بأن نضع عليها بعض الأسلحة، وهذه نحن واجهنا مواجهات حقيقية، مواجهات بالأسلحة مع مهربي الوقود ومهربي البشر. هناك معارك حدثت في البحر، وهناك تم تدمير حتى بعض القطع التي تتبع لهؤلاء المهربين. ونحن ننشر يعني نشرنا في العديد من عندما نقدم تقاريرنا أو نقدم أخبار في وسائل الإعلام نقوم بذكر مثل هذه الأشياء. نحن تهريب الوقود واجهنا مواجهات حقيقية مع مهربين، وكذلك واجهنا حتى الناقلات. هناك آخر ناقلتين تم الرماية على ناقلات، بحيث أن نعطي رسالة للناقلات أن أي ناقلة تأتي لليبيا معرضة لمواجهة حقيقية حتى ولو اضطرينا لاستعمال السلاح. شكرا لك. سيد أيوب، بما أنك الناطق باسم البحرية الليبية، نريد منك أن تطلعنا على الاتفاقيات الدولية لحماية المياه الليبية والقضاء على ظاهرة التهريب عبر البحر. ليس هناك لا أحد من معلش سيد أيوب، معنا مكالمة هاتفية. أيوة السلام عليكم. السلام الله وبركاته. عرفنا بنفسك استاذي. عبد الحكيم ان شاء الله مدينة طرابلس، نحييكم على ايراد الجامعه. بارك الله فيك. اهلا بك. بارك الله فيك. العميد ايوب قاسم بارك الله فيه على مجهود الطيب، وكل الشرفاء من الجيش الليبي والمساند لهم وحكومه الوفاق. نسال الله رب العرش العظيم ان يكونوا احلى جيش باذن الله في ليبيا، هادم اللي تبني بهم الدول، الناس الشرفاء والناس اللي متعلمة والناس مثقفة، وليس بالأقوال بل إن شاء الله سيدي. بس نعم. كيف تتابع أنت في موضوع التهريب، أنت كمواطن ليبي يعني شن رأيك في الموضوع هذا، يعني تأثيره في الاقتصاد الوطني، شن تشوف الحلول اللي ممكن تتخذ لإنهاء هذه الظاهرة؟ هذا حمل اسمع عليه كل مواطن وكل غيور، حتى مش في الحرة، حتى المنافذ البرية. ان احنا توا في الحقبه الماضيه نتاع الحكم الاصابه، انا كنت نخدم في البريقة ونروح من غادي في الحشيش، هنا سبحان الله نروح في البر وفي الليل. فما يسمى بالامن الداخلي والخارجي يدخلوا في نصاروه ب 5000 دينار من مصر لحين يوصل هنا. فهي مش في البحر بس، حتى المنافذ هي البريه هي اللي صعبتها صعبه. هذه تبي ناس شرفاء كيف من الناس في البحار، يعلم الله بحالهم، ويجب علينا احنا نوقف معاهم هذا الجيش الليبي. يعني انت تشوف الموضوع يعني يجب التساند بين الشعب وبين الجهات المسؤولة للقضاء على هذه الظاهرة. ايه بالفعل، ما كيف قصدي اي واحد يخل امن الامن القومي الليبي يتكلم، هذا اللي عنده غيرة وعنده شرف وعنده بيتية وعنده اسرة، هذا اللي معلش احنا دخلنا اسمعنا الصقر هذا بارك الله فيه، وليس تمجيد بل الافعال نتاعه تخليك الانسان، والله ما نعرفه، لكن الانسان اللمسات نتاعه دار بصمة طيبة قل شيء في السواحل الليبية
وهذا ما نصبوا إليه، وهذا نبوا حتى ثوار ليبيا يكونوا للدفع للناس معهم، للناس الباهية، ووزير الداخلية حتى بسم الله ما شاء الله فتحي بشارة نحيوه على الهوام بشارة بارك الله فيهم، وعندك رئيس الفايز بالسراج قصدي ناس بسم الله ما شاء الله مش متاع فوق الوحدة أنتين ندمرها يضربوا في اللاجئين المساكين على مطاب حالهم، فهذا هذا من مجرم حفتر، هذا هو اللي ظالم سيدي اللي بارك الله شكرا فيه. شكرا سيدي شكرا بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. نرجع لسيد أيوب، ما الذي يفترض أن تقدمه عملية صوفيا البحرية لحماية النفط الليبي؟ لو تفضل. أول شيء ينبغي أن نعتمد على أنفسنا ولا نعتمد على أي دولة خارجية أو أي عملية خارجية أو أي قوات. نحن إذا أردنا السيادة لليبيا وأردنا تأمين حدودنا الاقتصادية البحرية والبرية وغيرها وتأمين أنفسنا، ينبغي أن نعتمد على أبنائنا وعلى قدراتنا. نحن نملك القدرات، نملك الإرادة، ولكن ولكن الإمكانيات هي التي دائما تحول. نحن من خلال عملنا مع الجانب، يعني هناك مع الجانب عملية صوفيا مثلا تحديدا اللي يمثل الجانب الأوروبي، نحن من خلال عملنا في مكافحة الهجرة هناك وضعنا الجانب الأوروبي في موقف محرج أمام أن نحن نقدم، وماذا يقدم الجانب الآخر؟ ماذا تقدمون أنتم لليبيا وللبحرية الليبية وحرس السواحل جراء الجهود؟ نحن خلال 8 سنوات من خلال من 2012 لحد اليوم كنا في البداية بقوارب مطاطية، هل تصدق بأن بقارب مطاطي تم ضبط ناقلة وقود بقارب مطاطي؟ إن شاء الله. لا، نحن بدأنا بقوارب مطاطية وحاليا عندنا بعض الزوارق وحاليا جهزوا في بعض رغم الأشياء. تلك الظروف ما زالت كافحوا. نعم، رغم المهربين لغاية أن بدأت في البداية بدأت الناقلات لما تخرج أو تدخل بدأت بحماية يعني المهربين بدأوا يمتلكون زوارق فيها أسلحة، فيها يعني صارت مواجهات في البحر بينها وبينها استمرت عدة ساعات، يعني هناك مواجهات كبيرة جدا في هذا الصدد. ولهذا نحن مع الجانب الأوروبي كما بينت لكم بأن الجانب الأوروبي يتحجج بأنه لا يستطيع أن يتدخل في هذا الجانب من ناحية القانونية ومن ناحية هو فقط أن عملية صوفيا قالت نحن ممكن نعطيكم بعض المعلومات بعض المعطيات وكذا وغيرها، ولكن من ناحية حتى عملية قلنا لهم فقط نحن لا نريد منكم أن تضبطوا أو شيء، نحن أعطونا نحن بما يساوي يعادل عملنا نحن في مسألة مكافحة الهجرة، نريد قطع بحرية فيها أسلحة فيها تسليح التأمين، يعني ساعدونا في عملية فك الحصار أو هذا الفك الأسماء عن الدولة الليبية، يعني الحظر فك عن مش عن دولي على الأقل على حرس السواحل بحكم أنه هو يقوم بجانب عمل إنساني في مسألة الإنقاذ ومواجهة المهربين، وعدونا بهذا الشيء، ولكن هذا الشيء يحتاج أيضا إلى دفعة من حكومة قوية وإلى قرار دولي يتفق عليه وليس من السهل الحصول عليه. طيب سيد أيوب، خلال الإحصائيات التي أجريتموها السنوات الماضية برأيك هل عمليات التهريب في تركيز أم العكس، في تزايد أم العكس، وما هي الأسباب؟ بالنسبة للبحر نطمنكم بأن حاليا التهريب من البحر شبه متوقف، يعني نحن في آخر عمليتين واجهنا الناقلات بذاتهم، تم الرماية على الناقلة، طبعا نعرف أن الناقلة أحد الرماية نعرف أن الناقلة محملة بالوقود وممكن تحدث كارثة بيئية عند الرماية عليها مباشرة في الخزانات، ولكن نحن بحكم خبرتنا البحرية وخبرتنا في تكوين السفينة والناقلة وغيرها نعرف أين تتم الرماية على هذه القطعة بحيث أن لا يؤدي إلى تسرب في الوقود، ولكن يؤدي إلى تعطيل هذه الناقلة وإلى إعطاء رسالة للآخرين بأن هناك دولة بأن دولة. هناك مؤسسة تستطيع مواجهتكم، وفعلا في آخر عمليتين تم الرماية أحد الناقلات قعدت جانحة لعدة يعني أسابيع وحتى وسببت لها خسائر كبيرة جدا، فمنذ ذلك الوقت
شبه توقف التهريب من البحر. وعلى ما يبدو أن أصحاب الناقلات يريدون يعني ضمانات كبيرة جدا، خاصة في تأمين القطع الناقلة قبل دخولها، الحصول على تأمين نقدي قبل الحصول قبل إدخال أي سفينة للتهريب. وهذا طبعا أمر ليس من اليسير على المهربين، فشبه متوقف. وهل تعلمي أختي بأن في فترة من الفترات أن المهربين استحدثوا أنبوب من الساحل إلى داخل البحر بعمق حوالي 2 إلى 3 كيلومتر، وهذا الأنبوب كان يضخ عبر بكميات كبيرة من النفط مباشرة في الناقلات. السؤال الذي يطرح يعني الحرفية في التهريب، الحرفية والقدرات البنية التحتية في مسألة التخزين مزبوط. وفي مسألة نقل النقود مزبوط. السؤال، هذه الكميات الكبيرة من المسؤول على إيصالها لهذه للساحل؟ عندنا مكالمة هاتفية أستاذ أيوب، نشوفوها ونرد لك إن شاء الله. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين، من معي؟ استشار قانوني حرس سواحل محمد رجل. أهلين بك أستاذ محمد. أهلا بك إن شاء الله. أستاذ محمد، إن أنت تشوف يعني القوانين التي يجب أن تسن أو من الدولة لدعم حرس سواحل في جهوده في مكافحة هذه الظاهرة يعني. هو بعد مساء الخير ومشكورين على هذا الطرح وعلى هذا الاهتمام. حقيقة هي مجموعة معوقات بخصوص مكافحة تهريب الوقود وبخصوص حتى سن التشريعات. هو حاليا احنا في مرحلة يصعب فيها سن التشريعات المناسبة بحكم الوضع الحالي للبلد، ولكن نستطيع من خلال بعض القرارات التنفيذية أن تحد من هذه العراقيل أو تسهل عملية مكافحة التهريب بصفة عامة. حقيقة هو المشرع الليبي أحاط جرائم التهريب بقانون جرائم اقتصادية وقانون العقوبات العام، بحكم أن هذه جرائم ماسة بالمخزون الاستراتيجي للدولة ومادة استراتيجية مدعومة. مثل الأمن القومي القضية. نعم. تمثل الأمن القومي قضية التهريب هذه؟ إيه أكيد، لأن هذا لأن هي من السلع المدعومة والسلع الاستراتيجية. إحنا نتكلم على وقود، نتكلم على عملة صعبة، نتكلم على إنتاج نفط. يتغدى منها الشعب. بالضبط بالضبط. وبالتالي إحنا ما ننسوش إن إحنا دولة تعتمد على المحروقات بصفة عامة، سواء استيراد أو تصدير. ولكن احنا حاليا عندنا الاشكاليه مكافحه التهريب في شنو بالضبط، في ما بعد. احنا حرس سواحل قايمين بمجهوداتنا، لكن بعد ما احنا ضبط الشحنات واعاده الشحنه الى المؤسسه الوطنيه للنفط، فما بعد هذا الاجراء احنا نعاني من قلة الوقود وقلة الإمكانيات، نحتاج إلى دعم عن طريق مثلا توفير الوقود اللازم، سرعة التدخل، تزويدنا بالوقود في حال الطلب، وجود مخزون استراتيجي مزبوط. للقوات البحرية وحرس السواحل يعني المهام. هذه هي العراقيل اللي احنا تواجهنا. أما فيما عدا فهو واجب منوط في الدولة بصفة عامة. مكافحة سيد محمد، يعني انت تشوف تبدا من الجنوب، من محطات الوقود، من المؤسسه الوطنيه، من شركه الدراجة. هذه هي العراقيل، يعني هي عباره عن مسؤوليه تضامنيه. يعني ما نقدرش نقول لك يعني حرب يعني هي مسؤوليه تتعلق بالدوله. يعني انت تشوف سيد محمد ان المفروض يكون في تعاون واستجابه سريعه في التعامل بين الجهات المسؤولة من مؤسسة النفط والدولة وتلبية إمكانيات الاحتياجات البحرية الليبية. بالضبط بالضبط. مثلا ما ننسوش إن الجرائم التهريب الوقود لم تعد جرائم عادية، بل أصبحت جرائم منظمة.
يعني الجريمة المنظمة ليست وطنية فقط، أصبحت عابرة للوطنية، يتغدوا منها الدول المجاورة بالضبط هي بالضبط يعني. أصبح شبكات تهريب يعني المهرب اللي يوصل الوقود من المحطة للناقلة ومن الناقلة إلى الدولة الأخرى الأجنبية، أصبحت الجريمة ليست وطنية، أصبحت جريمة عابرة دولية يعني شبكات تهريب أصبحت تغذي شركات، تغذي عصابات المافيا. مزبوط. فهي أصبحت جريمة ليست جريمة أو جريمة نقول جريمة عادية، بل أصبحت جريمة أمنية، جريمة خاصة بأمن الدولة، بأمن الدول. استاذي باهي ممكن تخشيت على الهواء، ما شنو تأثير التهريب المحروقات على الوضع الأمني في البلاد؟ يعني شو تشوفها كأنت مواطن يعني ومستشار يعني؟ أم أقول لك أن هذه تغذي العصابات، جرائم التهريب تغذي العصابات الإجرامية، تغذي الميليشيات، تغذي العصابات الخارجة عن نطاق القانون، ومن مصلحتها استمرار الفوضى ومن مصلحتها أجهزة الدولة الأمنية. مزبوط. وبالتالي تغول العصابات أو الميليشيات التي تمتهن تهريب الوقود تتغول على الدولة بحكم أنها أصبحت تملك المال وتملك السلاح في ذات الوقت. وبالتالي على قدرة الدولة على توفير الإمكانيات تصبح أضعف الدولة من هذه العصابات. حتى ممكن قلة الأمن الوضع الحالي في كده حيكون في تسيب برأيك. نعم. حتى قلة الأمن في نعم هي هذه ممكن تسيب اللي تزيد في التسيب يعني في عملية التهريب وجرائم يعني عديد من الجرائم يعني. إذا لم تقل الأمنية بحيث أنها تصبح أقوى من العصابات، بالتالي زي ما نقول احنا نحرته في الحرب، بالتالي لا يمكن مقاومة هذه العصابات لأنها أصبحت أقوى من الدولة بحكم أنها تمتلك السلاح. عندي أستاذ محمد، أستاذ محمد فيه بخصوص بعد تم ضبط الناقلات والإجراء القانوني يتخذ فيها وأن تحول النائب العام وتكدسها في القاعدة البحرية وفي الأرصفة، في هذه نقطة مهمة جدا يعني بيك توضحها أنت كرجل قانوني. بالنسبة للضبطيات طبعا خمسة واحد حاليا في خلال 4 سنوات تم ضبط ما يقارب على 14 ناقل التهريب، يعني ما يقارب على مئات الأطنان من مادة الديزل اللي هو خلينا نقول الناقة. الضبطية هذه تقعد يعني بما أن إحنا حرس الضوح الجهة ضبط. أيوة كمل كمل هرب هرب شكل الصوت تغطية مشكلة. كملوا مع أستاذ أيوب. أستاذ أيوب في تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي على ليبيا يقول أن التهريب الوقود في ليبيا مؤثر في الأزمة الأمنية ومسبب في تضعضع الأمن في ليبيا، شنو تشوف في التقرير هذا ومدى صحة الكلام هذا؟ هو زي ما قال سيادة المستشار بأن أي أعمال غير قانونية سواء من هجرة غير شرعية. السلام عليكم سيد محمد. أيوة عليكم السلام. السؤال سمحنا الخط فصل ونقول لك خلي كمل. تفضل كمل المساحة. بالنسبة احنا قلنا ان طبعا اللي قلنا ان الجرائم التي تقع في البحر هي جرائم تهريب وبالتالي هي خاضعة لقانون العقوبات والأحكام الصادرة، بالتالي أحكام جنائية. معاي؟ إيه معاك سيد. الأحكام الجنائية أسند المشرع الليبي تنفيذ الأحكام الجنائية إلى النيابة العامة، تنفيذ الأحكام بعد صدور الحكم طبعا باش تحكم المحكمة، تحكم بمصادرة الوسائل بغض النظر على مدة حكم على الأفراد أو المهربين، لكن الوسيلة هذه تصادر من أول يعني من الحكم الأول بدون الطعن فيه، يعني حتى لو تم الاستئناف والطعن بيكون عن على مدة حبس الأفراد. وبالتالي بعد ما يصدر حكم المصادرة الإشكالية أن تبقى هذه السفن داخل القاعدة بدون تنفيذ حكم المصادرة، فهذه إشكالية تصادفين مع مكتب النائب العام بحكم المراسلات والمداولات
والمقابلات والاجتماعات، فبالتالي تكدس هذه السفن، لأن السفن أول حاجة نقولك سفن التهريب أغلبها متهالك، يعني هي سفن رخيصة، وبالتالي حتى دخولها للمواني الأخرى محظور بحكم أنها مخالفة للمواصفات، وتقدسها على أرصفة القاعدة يسبب إشكالية حتى لنا إحنا كعملنا كحرس السواحل وكقاعدة بحرية وكرياسة كانت قوات بحرية، وأنا ما عنديش مكنة التصرف فيها لأنها ليست من اختصاصي، وسأحاسب على التصرف فيها بدون إذن، ويصعب كذلك أخذ الإذن في التصرف فيها. هذه من ضمن الإشكاليات، رغم تواصلنا مع مكتب النائب العام ولكن لا استجابة حقيقة، يعني تواصلنا مع وزارة المواصلات لا استجابة، تواصلنا مع أغلب الجهات ولكن لا استجابة، رغم أننا اتبعنا السياق والقانون صريح أسند الاختصاص، قانون الإجراءات أسند الاختصاص في الأحكام الجنائية إلى النيابة العامة، وهذا برأيك هذه من ضمن نتجاوز القانون ونتصرف بالمخالفة، بالتالي حتى نفي من بيحاسبني بعدين. رأيك واضح أستاذ محمد، نعم. وإن شاء الله توصل الرسالة للجهات الرسمية لإزالة هذه العراقيل التي تواجه حرس السواحل. بارك الله فيك، نشكرك على اللي دخلتك معنا. شكرا لكم، شكرا لكم وموفقين، تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظك. سلمك يا رب، شكرا، بارك الله فيك. سيد أيوب، نرجعوا لك، منذ متى ظهرت ظاهرة أزمة تهريب المحروقات هذه، منذ متى يعني؟ هي طبعا ظاهرة التهريب هذه ليست جديدة، حتى في عهد النظام السابق كانت ظاهرة التهريب موجودة، ولكن كانت مقننة وكانت بالشحنات بسيطة، كانت نوع النظام السابق ربما يعلم بها ولكنها تركها كنوع من منفذ وتخفيف الضغط. نعرف أن كانت الحالة المادية للمواطن الليبي مع المعاشات الزهيدة مع ما كان في ذلك الوقت، يعني كانت ظاهرة تهريب الوقود من الظواهر الكثيرة، مثل تهريب البضع المدعومة للجنوب وغيرها وغيرها، كان ظاهرة الوقود موجودة ولكن بشكل مقنن، كان يترك فيها عن طريق مثلا جرافات يتم تحويرها وجعل بعض الخزانات بسيط، بحيث أن المهرب الذي يقوم بتهريب محنما يحتاج إلى مبلغ مال، ربما لصيانة مركب ما، لتنفيذ برنامج ما، فكانت هذه البرامج موجودة، ولكن بعد 17 فبراير انفلتت الدولة وانفلت عقد الدولة، فصار التهريب كأي ظاهرة أخرى غير مشروعة، كأي ظاهرة أخرى غير مشروعة في الدولة الليبية حاليا. كل الظواهر الموجودة حاليا كانت موجودة لها مقدمات، سيارات حتى الشخصية سيد بده يهربوا فيها عن طريق تونس، هذه حتى في النظام السابق كانت موجودة تهريب عن طريق البر خاصة في الجنوب وكذا، لكن كان فيه نوع من أن الدولة تركت هذا الشيء وتغاضت عنه، يعني بحيث أن يستطيع تنفيس على الأزمة الاقتصادية التي ونوع من، ولكن شني كان هناك الخيوط، كل هذه الأعمال غير القانونية كانت الخيوط هذه كلها في يد الدولة، تستطيع ما تتشاء أن تقطعها وما تستطيع أن تتشاء يعني ترخي فيها أو تشد، لكن حاليا الخيوط كلها عند المهربين وكلها عند الخارجين عن القانون. شكرا لك سيد أيوب. نسألك، ما مدى التعاون الأمني بينكم وبين باقي الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة؟ يعني هل في تعاون أمني بينكم؟ هذه واحدة من السلبيات حاليا في غياب الدولة وفي غياب الحكومة القوية التي تستطيع، يعني القوانين الليبية والتشريعات والنظم وغيرها موجودة، تاريخ كل يعني كل مؤسسات مدى ما هي سبل التعاون وما هي خطوط المسؤولية بدايتها ونهايتها كلها موجود، ولكن من ينفذ وكيف ينفذ، وهذه تعتمد على الأفراد، ولا حاليا تعتمد على الأفراد ولا تعتمد على مؤسسات وعمل روتيني للدولة الليبية، وهذا للأسف الشديد واحدة من الأشياء نعرف. مثلا على سبيل المثال، نحن مع مثلا مؤسسة الوطنية للنفط، نحن كما قال سيد صدرنا ملايين اللترات، وهل تعلمي بأن دورياتنا تعاني أحيانا لا نستطيع إخراج دورية حفاظ لعدم وجود وقود،
في حين أن نحن كل ما صادرات من كل ما يقوم من ضبطه ومصادرته من تهريب من الوقود تم يعني تم دفعه يعني شركة البريغا تحصلت على مقابلة. وعندما يتم ترجيعها لشركة البريغا أو المؤسسة الوطنية كأن ستقوم ببيعة من جديد. إذن هذه الشحنة تم تحصيلها مرتين بالنسبة لي. لماذا تقوم شركة البريغا أو المؤسسة الوطنية بمحاسبة البحرية الليبية بأن هناك استحقاقات على الجيش الليبي؟ نحن لا نسأل على الجيش الليبي أو نسأل على باقي المؤسسات، نحن نسأل كبحرية لدينا دوريات حقيقية واضحة، وأما يعني الوقود أين يذهب بإمكانكم حتى وضع مراقبين. مزبوط. ولكن ينبغي كما نحن يعني هناك حاجة اسمها يعني الأمن الدولة، أمن الدولة كما يهم مؤسسة الوطنية النفط يهم البحرية الليبية. عندما أنا أقوم بضبط شحنات النفط بالمقابل على المؤسسة الوطنية النفط، عندما تدرك بأن هناك خلل في مسألة دعم البحرية في مسألة الوقود ودورياتها قد تتوقف، ينبغي أن تسارع حتى من جانب الوطني من الإحساس بالوطن بدعمنا. ولكن للأسف هذا جزء من الخلل الذي يوجد في الدولة الليبية في مسألة عدم الإحساس بالمرحلة والتعامل يعني التعامل الجافة والخشن في تنفيذ القوانين. سيد أيوب نعتذر منك في اتصال ونرجع إن شاء الله الحوار. أيوة السلام عليكم. سلام الله تحية طيبة والسلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. تحية طيبة لك وللمنبر الطيب الجامعي الصرخ الإعلامي، ورحم الله سادة وصلى الله ثبت على الحق ونشر نشر الحق على الباطل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، أهلا وسهلا بك، متشرفين باتصالك وحضورك. عرفنا بحضرتك. عمك يونس يا عمك يونس. أهلين عم يونس. الله يبارك فيك ومفقكم رب الخير إن شاء الله. والله أنا ما هو موضوع عدة محاولة، لكن نأخذ من كلامه الأخير اللي هو هذا الحل وهذا البلشل. تطبيق القوانين، وتفعيل القضاء هذا الحل لكل شيء. لو نشوف حتى القرآن الحكيم اللي تدبر في آياته تجد العبادات مفتوحة بينك وبين ربي يعني كما تبي بالأوامر، لكن بين الناس ديما فيها قصار. فمن هنا نأخذ من هنا الإنسان البترية ازاي اللي نسمعوا فيها واحنا الليبيين وكل باهين وكل هذا خلينا منه. لكن هو لو الناس خلقها ربي يقول يصبع يدك مش زي بعضهم، لازم في ناس سوية وفي اللي كذا وفي المية، هذا لازم من ردك بالقوانين يعني بالكلمة بالله على كل واحد على يد الظالم تطبق القوانين اللي بتوصل فيها نظر فيها. كما الكلام الحقيقة انت على برأيك أنت كمواطن يعني بسيط تقول إن لازم من ضمن الخطوات اللي قضاء على هذه الأزمة يعني إن لازم يكون في قوانين تطبيق القوانين وكذا من لبانة بعض الناس من لما نمشيش بالعصا. أنت تمشي بالعصا قول أنا ما تمشيش ما تعمش يعني إنسان قد كرمنا بني آدم كنا في مرحلة صعبة وكذا لغالب، لكن دو إنسان فرصة أمامنا في تفعيل القضاء واحترام الناس الكبار مهما يكون، والقضاء زي ما قلت لك هو اللي يفصل البلاد من غير دستور ومن غير يعني عم يونس يحصل بكلام يعني. يعني نعم. عم يونس انت تشوف من ابرز اسباب تضخم هذه الأزمة هو القوانين أو عدم سن القوانين الصارمة في هذا الصدد أو عدم تطبيق هذه القوانين الصارمة. لو احترام ليك اللي صار في طرابلس من الهجوم الإرهابي هذا تعال ما تسماش هذا، هذا لولا كان مش من الناس معيطة وعدم اتجاهها للحلول اللي سير ردود فعل العكسية والمتأخرة ما خلاش يجرى. لكن لو كان في قوانين قبلها حتى بغض النظر والله ما نبغى نخش في أمور ثانية، لكن يشتغل الخبيث الطيب هل اللي موجود في الشارع بالهنية بغض النظر خلينا من التكتيم الإعلامي حتى الميت المسلمش منه طلع فيه، بينما في ناس محكومة بالإعدام وقاعدة تتمتع صح في بعض التصرفات لكن فردية وقد تقول ما نسويش يعني. هذا سبب شنو هو بعد القانون وكل هذا تو نقول الكلمة ما فيش إنسان ما بيش العلم ما بيش الصحة ما بيش تعليم ما بيش الأمن ما بيش، لكن طريقة الوصول بالقضاء مزبوط. 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 سيد يونس برأيك شنو الحلول التي يجب أن تتخذ؟ الحلول يجب الناس تظهر دار كلمة واحدة تحب السلاحات بتفعيل القضاء والقانون لا هذاك ولا هذا. كل واحد ياخذ جزاء سيد تفعيل القانون نوقف معه. سيد يونس برأيك سيد يونس برأيك أنت كمواطن يعني هل أنت مع رفع الدعم أو ضد رفع الدعم؟ والله هو
نحمل راس دعم لحظ دعم ما دام احنا ساكتين ونرضوا بالحلول التافهه وما انما تكون ولا والله الا سلبيه المواطن نقول بسيط هي سبب في تاخير الاغاثه. طب الله الاحترام اليك اللي لوح في قمامته هذه مش جزيره ولا مش شهادات الاشاره وش مدير بوليس التامين لسيارته عرف خطر هذه في دوله خلينا نكون واقعيين راه ابدا بنفسك فانا فتعت انك احكي ولا انما تكوني ولا والله الفرصه التاريخيه مزبوط. شكرا على مداخلتك سلمك يا ربي ربي يحفظك. شكرا على مداخلتك الطيبه. شكرا سيد يونس. شكرا بارك الله فيك. سيد ايوب انت متحدث باسم البحريه الليبيه، تحدثتم انت والمستشار القانوني عن نقص امكانيات البحريه الليبيه، نقص الامكانيات للبحريه. ما هي الإجراء التي اتخذتموها لمعالجة النقص إمكانيات للمواجهة ولنجاح المواجهة متاعكم مع المهربين في البحر؟ أول شيء نحن اعتمدنا على أفرادنا، يعني عندما أقول لك بعد التحرير مباشرة من يوم 24-11-2011 من يوم 24-10 عفوا من يوم 24-8 يعني بعد تحرير طرابلس، بعد تحرير طرابلس مباشرة يوم 20 تم تحرير طرابلس، يوم 24-8-2011 كانت البحرية الليبية بقياداتها بناسها يعني في المكان، يعني تم تفعيل البحرية من ذلك الوقت، وكنا نشتغل كما قلت لك بالموجود، يعني لا أقول كل أفراد البحرية، نعم هناك سلبيين هناك ناس كذا، ولكن نتحدث أن هناك أفراد فعلا استطاعوا أن ينهضوا بالبحرية وأن تستمر. نحن في البداية بدينا نشتغل بالقطع بقوارب مطاطية فقط، ثم قمنا بصيانة بعض الزوارق، هناك زوارق فايبر، هناك زوارق صغيرة جدا تم صيانتها بقدرات ذاتية وتم بدينا نشتغل بها. حاليا وصلنا يعني بعملنا استطعنا أن نفرض على الجانب الآخر أن يسلمونا عدد العديد من الزوارق، وحاليا عندنا أشياء أخرى نقوم بأعمال الصيانة لها، وهناك اتفاقية بيننا وبين الجانب الإيطالي حاولنا بقدر الإمكان أن نحن نفعلوها اللي هي اتفاقية 2008. هناك حاليا قطعة بحرية صغيرة قطعة صيانة موجودة في قاعة طرابلس تتابع في أعمال صيانة الزوارق هذه وفق الاتفاقية 2008. كان الإيطاليون في السابق عندهم ورشة ثابتة في زوارة طبعا بعد، لكن بعد 2011 تم يعني اسمها غادر الإيطاليون هذه وتم إلغاء هذه الورشة. لا نستطيع في هذا الوقت فتح ورشة مثل ما كانت في السابق، فهناك كان هناك اقتراح بأن تكون ورشة عبارة عن سفينة صغيرة، فعلا هذا ما اتفقنا عليه، وحاليا الورشة هذه تقوم بدعمنا بمسألة قطع الغيار وتنفيذ بعض الصيانات ومتابعة صيانة للزوارق وبعض القطع. سيد أيوب، ما هي أبرز بنود الاتفاقية بينكم؟ يعني أي اتفاقية؟ بينكم طبعا هناك هي اتفاقية كبيرة جدا تشمل الدولة الليبية بالكامل، تشمل لكن من الجانب البحري فقط، من الجانب البحري كان يعني ما حرصه كان هناك اتفاقية بينه وبينه بأن يقوم الجانب الإيطالي في مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية أن يقوم بتسليم ليبيا ست زوارق يتم بنائها خصيصا للجانب الليبي في مسألة لدعم حرس السواحل الليبي. وطبعا ست زوارق هذاك الوقت الاتفاقية كانت في 2008، 2010 تم استلام ست زوارق ولكن ليست جديدة. قال الإيطاليون أن في 2013 سيتم بداية تسليم الزوارق الجديدة عندما يتم بنائها يكتمل البناء. طبعا تم استلام زوارق معارة، كانت هذه الزوارق استعارة من الحرس السواحل الإيطالي كانت عاملة وفعلا استلمناها في 2010. 2011 كانت هناك الأحداث، تم تدمير زوارقين خرجوا من الخدمة بقوا أربع زوارق، و2013 كانت الزوارق هذه متهالكة، كنا قلنا أن هي زوارق قديمة متهالكة كانت تحتاج إلى صيانة، طلبنا الجانب الإيطالي أن يعمل على تنفيذ الاتفاقية بتسليم زوارق جديدة. طبعا يحتاج إلى حكومة قوية وإلى دعم حقيقي، فلم نتمكن من ذلك.
أخذ الإيطاليون هذه الزوارق وقاموا بأعمال صيانة لها، تماطلوا في عملية تسليمها نتيجة فجر ليبيا وانقسام ليبيا وكذا إلى غاية 2017. حاليا وصلنا لست زوارق مع الجانب الإيطالي، ونعمل مع الجانب الأوروبي إلى تحصيل بعض القطع الأخرى. ونقول لكم أن ما نتحصله على الجانب الأوروبي ليس مساعدات أوروبية ولا هو منا من الجانب الأوروبي، إنما هي استحقاقات ليبيا على ما تقوم به جهود ليبيا في مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية. مزبوط. سيد أيوب، برأيك ما هي التقديرات الخسائر عبر البحر خلال 8 سنوات؟ شن الخسائر يعني؟ هي ينبغي، في السابق كان الإنسان يعني دائما قبل 17 فبراير كان الإنسان المواطن الليبي يعني نتيجة التشويه الذي تم للجيش الليبي، كان الإنسان دائما يشعر بأن الجيش طاقة معطلة لا تعطي للوطن شيء، وهم لا يعرفون بأن الحماية نفسها تدر المليارات في السنة. يعني على سبيل المثال نحن سنويا كنا نقوم بحماية الثروة السمكية، بحماية التلوث، بحماية تهريب الوقود وتهريب وكل أنواع غير قانونية في البحر، بالإضافة إلى حماية صيادين في ليبيا الهجرة والمخدرات، وحتى جعل البحر آمن لصيادين أن يقوم بأعمال الصيد وغيره وغيره. هذه كلها هذه لو نحسبها بالتكلفة الاقتصادية هذه تقدر بالمليارات مزبوط. حاليا ما يهدر من الطاقة السمكية ومن تهريب الوقود وكذا، يعني وجد المواطن الليبي فعلا أن هنا ضروري. لماذا ينادي المواطن الليبي حاليا بالشرطة والجيش؟ لأن بعد 17 أدرك قيمة هذه المؤسسات، أدرك قيمة الأمن لا يشترى بمال ولا يقدر بثمن، لأن عندما يكون هناك أمن تتحرك عجلة الاقتصاد، تتحرك عجلة الدولة بالكامل، وعندما تقل عملية وعندما يغيب الأمن الأمن فلا اقتصاد ولا تعليم ولا كذا، وسيولة وازدحام في وهذا ما الخسائر التي فقدتها ليبيا من بعد 17 نتيجة غياب الأمن، إذا نتيجة غياب المؤسسات التي تقوم ألا وهي الجيش والشرطة ومن بينها البحرية وحرس. سيد أيوب قاسم، برأيك يعني في تقرير لمجلس الأمن الدولي للجنة خبراء بمجلس الأمن الدولي يقول أن تهريب الوقود مساهم في تغذية العنف ومساهم في الوضع الأمني في ليبيا حاليا. شن تعليقك على هذا الكلام اللي قالوه لجنة خبراء بمجلس الأمن الدولي؟ هذا بالتأكيد، لأن من الذي يقوم بالأعمال غير المشروعة زي تهريب الوقود، زي تهريب السلاح، زي تهريب المخدرات، زي تهريب البشر، هذه من يقوم بها؟ هل يقوم بها ناس أسوياء، ناس يعني فعلا يلتزمون بالقانون؟ تقوم بها المجموعات غير التي لا تؤمن بالقانون ولا تريد القانون أن يتنفذ ولا تريد السلطة أن تقوم. إذن هذه المجموعات المسلحة والعصابات وكذا تتقوى، كلما زادت أعمال هذه زاد أعمال التهريب تسيب الدولة، زاد كلما امتلكت هذه المجموعات مزيد من الثروة، كلما امتلكت مزيد من السلاح، كلما امتلكت مزيد من القوة. إذن هذا يعزز عملية أن هذه المجموعات ستتقوى على الدولة وستقوم بفعلا بإنهاك الاقتصاد الوطني، وبالتالي إنهاك السيادة الليبية وإنهاك وتصير هناك تكثر الجريمة في الدولة. ولهذا فعلا أن تهريب الوقود هو عامل من عوامل الذي أدى إلى تقوية المجموعات المسلحة والمجموعات غير القانونية والإجرامية أسوة بأي أعمال التهريب الأخرى. برأيك سيد أيوب، أبرز الدول الطالعة في عمليات التهريب؟ هذا السؤال أنا لا أستطيع أن نجوب عليه هكذا، يعني لأن هذا سؤال في النهاية هو يمس علاقات دول ويمس سيادة الدول، لكن هذا ربما
المكتب النائب العام في التحقيقات وكذا يعني الإحصائيات عنده ويستطيع أن، لكن نحن لاحظنا نستطيع أن نقول من خلال ملاحظة وليس أن نقول أن هذه هي أبرز ولا كذا، لاحظنا أن شحنات الوقود الليبي وصلت إلى حتى شرق أوروبا، وصلت إلى إيطاليا، وصلت إلى مالطا، يعني وصلت إلى تركيا. هذه الشحنات تستغل حتى، يعني لا أستطيع أن نقول أن هي تحت مراقبة الدولة، ولكن الدول المستفيدة مثل تونس مثلا، تهريب عن طريق البر، تونس تعلم، هل لا تعلم تونس بهذه الشحنات أو لا تستطيع أن توقفها؟ ولكن مستفيدة تونس، مستفيدة أكيد. إذن هي إن هذه الحكومات تغض النظر، هي لا قد لا تساهم أو تساهم بطريقة أخرى خفية غير واضحة. هي مشكلة واضحة يعني في تونس بالذات، إيه، لكن واضحة بالنسبة لأفراد وليس كجهات مؤسسات دولة. منين تصدر مثلا مالطا عندما تدخل ناقلة في تهريب غير وقود مهرب، هل لا تعلم الدولة؟ تعلم ربما أكيد. ولكن لا تخرج، تدخل بطريقة غير قانونية وتخرج بطريقة غير قانونية، بحيث أن الدولة لا تكون هي المسؤولة عن هذه. عندما يتم ضبط هذه فالدولة تقول لك هذا شخص أو شركة يتم محاسبتها ولا لا علاقة لي بها. ولهذا لا نستطيع أن نتهم دول بقدر أن نقول أن غيابنا نحن، غيابنا نحن زاد من زيادة هذه الظاهرة، وتستفيد منها الكثير من الدول سواء دول الطوق أو غيرها القريبة منا، وهذه الدول تغض النظر عن هذه الشحنات أو على هذه الأعمال غير قانونية لأنها يستفيد منها اقتصادها، هي لا يهم اقتصادك ينهار أو لا. مزبوط. فعلينا أن نقوي ذاتنا من الداخل قبل أن نتهم الآخرين. سيد رغم ما فيش تعاون معكم، ورغم ان كنتم قاعدين يعني تبادروا وتخدموا ديو في مجهوداتكم الذاتيه، وجارك سؤال. نحن ممكن تضيف لنا الاضافه الاخيره قبل ختام الحلقه استاذ ايوب، وشنو تحب توجه من رساله للمؤسسات العامه والخاصه وحتى المؤسسات التعليميه في موضوع عمليه التهريب او دعم القوات البحريه الليبيه؟ هي حتى رساله للمواطن، حتى رساله للمواطن. نعم. نحن من خلال عملنا لاحظنا ان يعني أعمال التهريب أعمال كبيرة جدا في مسألة الوقود، يعني يعلم بها المواطن، تعلم بها الأسرة، يعلم بها الدولة، تعلم بها الجهات الأمنية في المناطق، تعلم بها البلديات، يعني كل شخص في تلك المنطقة أو في عموم الشعب الليبي يعلم. حتى أشخاص الذين يقومون بأعمال التهريب بأنواع سواء البشر أو الوقود أو غيره نعلم، ولكن بدءا من العائلة، يعني الإنسان الذي يعلم بأن ابنه يهرب لأنه هو يجلب له المال، ولكن لكن لا يفكر بأن المال هذا حرام وأن مال الدولة هو مثل مال اليتيم. يعني إذا كان نحن نعامل مال الدولة بأن رزق سايب، هذه ممكن ثقافة أخذناها من العهد السابق، رزق حكومة الله يدومه، وننسى أن وننسى شريعتنا وديننا بأن مال الدولة هو مثل مال اليتيم. يعني من ينتهك المال الدولة فهو ينتهك المال العام، يعني هو أخذ من سرق كل ليبي. ومشكلة إحنا قاعدين نعانوا في شيء هو من الازدحام، محطات الوقود والسيولة والدولار، وكنا ساكتين سعر الدولار. يعني متى نجد مثلا في المناطق الجبلية، أنا من الجبل، عندما أذهب أضطر إلى أن أخذ معي بعض الجالونيات الوقود أو أن أشتري الوقود من على الرغم أن مضطر تأخذ بالغالي يعني. نعم. وعلى الرغم أن عدد المحطات المسجلة في المنطقة يكفي لليبيا كلها. إذن والناس في، يعني هاي أحكيك عن مناطق داخلية، الناس تعلم، ولكن السلبية المواطن، سلبية المواطن عندما تخزن عندك خزانات لشحنات تقدر بخمسة ملايين ستة ملايين داخل مزرعتك أو داخل كذا في مناطق ما، والمواطنين يعرفوا، ولكن سلبية المواطن. إذن مع ضعف الدولة، مع ضعف الجهات، الشرطي يقول لك لا أستطيع أن أتعامل مع هذه الجهة، يعني لأن عندهم سلاح وأنا شرطي لا أملك شيء. أو مزبوط. إذن ضعف مزبوط. الدولة، ضعف الدولة، ضعف المؤسسات، ضعف المواطن للأمن، وغياب الواعظ الديني.
حتى يعني الوعي بالتأكيد، لأن خلال 42 سنة مع 9 سنوات هذه نحن لم نؤسس لحاجة اسمها مواطنة، لم يستطيع أن يعني خلال 42 سنة لم يتشبع المواطن بحب ليبيا وحب الوطن. تعالى المصري مهما كان فقير ومتملح يقول لك إلا مصر وطننا بجديات، صح؟ لكن نحن ليبيا كانت دولة، ليبيا دولة ناشئة جديدة تأسست في 51، وفي 69 كنا نسمع صوت، من 69 كنا نسمع إلا صوت الشخص الواحد والثورة الواحدة وكذا، ولم نسمع صوت ليبيا. لم تتجدر فينا على مدى حب الوطن، معرفة الوطن، قيمة الوطن، تاريخ، حتى تاريخنا الوطني كان مغيب، تاريخ الاستقلال كان ابناء لا يعرفوه، ولهذا نشأ جين هجين. هناك فجوة بين المواطن الليبي وبين ليبيا، مزبوط. ملئت بماذا؟ ملئت بالعفن، حشاك فساد، بلات بالفساد واللهب وكذا. نعم، الفقير ينظر إلى ذلك الذي ينهب، كان في جزء من السلطة ويتمنى أن يصير مثله، أو كان عنده حقد. وعندما بعد 17 فبراير انفلت العقد، صار كل يريد أن ينهب كما نهب الآخر، كل يريد حصة من الفساد. وأين ليبيا؟ ليبيا كانت مغيبة إلا على عقول بسيطة. لدينا اتصال هاتفي، سيد أيوب نشوفوه. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مني معي معك عيوشان. أهلين، مرحبتين بك أستاذ. أهلا وسهلا. نسمع فيكم تتكلموا على تهريب الوقود والازدحام على البنزينة. والله شو بنقولك يا أستاذ، هذا كله في غياب الوطنية، والله في غياب الوطنية. وأكثر أكثر أكثر حاجة اللي مسببة في الشيء هذا الأسرة، حتى الأسرة لها دور. يعني تشوف في الأسرة لها دور الكبير، دور. إيه دورها، دورها هو الأول. يعني لو كان لما تحس ان المجتمع الكبير يعني اللي هي الدولة، دولتنا وبلادنا ووطننا ليبيا، لما يكون فيها عشوائية ولما يكون فيه فوضى، شن سببها؟ سببها المجتمع الصغير، يعني الأسرة. الأسرة لو كان كل واحد من الصغر، يعني من الصغر متعلم على القناعة، على القناعة، ويعيش باش يلقى، وهيك ما تكونش فيه الهلع والجشع والحاجات هذه كلها، يعني توصل لعند الوقود ولعند حاجات كبيرة هلبة في المجتمع. هذه حاجة مش كويسة. وبعدين حتى المواطن، أو حتى المواطن بقى 3-4 سيارات مثلا، 3-4 سيارات، انت لازم تبي تدير، يعني تجيبهم الأربعة، ولا بتجيب سيارتين، ولا بتجيب براميل، ولا بتجيب زي ما نقوله باللهجة الليبية، بتجيبها كلها بتعبيها. يعني الرغبة هذه علاش؟ بقى خلاص حتى انت تقلل من الفوضى، وتقلل من حتى التلوث البصري بدي عندنا هلبة. يعني سبب فيها الحاجات هذه، اول من سبب فيها، سبب فيها المسؤولين او الدولة، بهي هي السبب الرئيسي، لانها مش عايرة اهتمام للمواطن ولا للدولة اساسا. يعني وكان فيه وقفة جدية، حتى لو كان فيه مثلا ظروف وفيها مناوشات وفي حاجة، لكن انت حتى تو شوف من حوشك، انت تبي تسافر ولا تبي تطلع المكان، تبي تخلي حد في مكانك يعني يكون مرجعية للأسرة لين انت تروح، صح ولا؟ عيشة بالنسبة لك انت شن تشوفي بالحلول اللي مفروض تاخذها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة؟ يعني نقول لك 750 مليون سنويا تخسر فين ليبيا، يعني ربع مليار الا ربع، ورغم ذلك قاعدين نعانوا في ازدحام المحطات ونقص السيولة. ما وشيني، ما فيش تخطيط، ما فيش تخطيط، ما فيش قانون. قانون، القانون هو الإنسان مفروض قانونه شيني ضميره أول حاجة، أول حاجة. يعني ما يحتاجش لو كان كل واحد ضميره يكون شغال ويكون قريب من ربي سبحانه وتعالى، ممكن يقلل شوية في الظاهرة هذه. لكن الدولة، الدولة ما فيش تخطيط، ما فيش تخطيط، ما فيش يعني حلول جذرية، ما فيش مثلا نحس فيهم حتى ما يجتمعوش اجتماعات دورية، كل شيء بكشف دوري، كل شيء بوقفة جدية. حتى لو انت مش موجود تخلي حد في مكانك اللي هو جدير بالثقة او كادر كويس، يعني يقدر يتحكم في كل حاجة تصير، يقدر يتحكم فيها. لكن لما تبدأ المواطن في جهة والمسؤول في جهة، وكل واحد ماشي في جهة والأسرة في جهة، زي السيد أيوب معنا في الاستوديو قال لك ان احنا ما عندناش امكانيات انه يعني يعملوا على الشيء هو من البنزينة والله شنو الامكانيات رغم ذلك قاعدين يعني كافحوا.
قاعدين يديروا في مجهوداتهم بارك الله فيهم اكيد توا كل موظف وكل هيك والله اني نحط نلتمس له في عذر لان اللي يدير اللي عليه هو قدر الامكان يدير فيه لكن شني ما فيش حاجه تجيب له دعم ما فيش حاجه تجيب له مرجعيه ما فيش حاجه تجيب له نظام ما فيش حاجه تجيب له تخطيط الانسان لازم ولي الامر لازم يكون قدر الامكان يعني ما غفل على شيء ضروري حتى لو كان في ازمات الازمات هدية لازم يقفلها وقفه جديه ما يعباش على حد شكرا لازم نتابعها نشوفها حتى الموظف يبي وقفه معاه يبي من واقف معاه يبي من يدعمه يبي حاجات هلبة لكن احنا لما نديروا نخلوا بلادنا تلوث بصري مثلا حشقوما مثلا طوابير بنزينة مثلا سيولة تحريب مثلا سيولة ما فيه وضي يعني حتى الملازمات يعني الكهرباء يا استاذ الضي بدينا ما نعرفش والله السنة قبل بالله عليكم نطرح عليكم سؤال واللي صح يعني تفضل. واللي معلش يتعامل معي بضمير يجاوبني على السؤال هو تفضل. قبل ما يجيناش الصيف يجينا الصيف ولا يجينا الصيف مزبوط اكيد صح حاجه دوريه الفصول الاربعه ولا اكيد حاجه الهيه أكيد. ولا مزبوط لكن ما كناش نمر بازمات حتى لو كان في فوضى استاذه عائشه وصلنا للختام نحن ورايك واضح والله ان شاء الله شكرا لك شكرا بارك الله فيك على المداخله الطيبه تحياتي للاستاذ وتحياتي ليكم الله يسلمك لك ورايك انت ربي يحفظك يا ربي رايك انت وراي العميد ايوب قاسم الناطق باسم البحريه الليبيه بارك الله فيك ومستشار القانوني بالبحريه هو الوقت ضيق وتمنينا يعني ان نحن السيد ايوب عنده ممكن رساله بيوجهها او عنده اضافه بيضيفها فنعطوه المجال بعد ان نختم ان شاء الله الكلمه الاخيره اللي هي ان نحن كبحريه نطمن المواطن بان شبه قدينا على التهريب من البحر ما شاء الله ولكن ما نريد ان نقدمه من خلال هذه الرساله هو النظر الى اولئك الجنود الى اولئك الجنود المجهولين الذين يقدمون للوطن ويحافظون بقدر الامكان على السياده الليبيه باقل امكانيات هؤلاء يعملون بمرتبات بسيطه واحيانا تتاخر هذه المرتبات متى ينظر الى هؤلاء الجنود المجهولون الذين ينظر الى هؤلاء الجنود المجهولين الذين يضحون بارواحهم ويواجهون عصابه التهريب سواء وقود أو هجرة غشعية أو كل الأعمال غير القانونية في البحر وشكرا لكم وراديو وصلنا للختام مستمعي راديو صوت الجامعة شكرا لكم على حسن الاستماع وهذه الآراء وإن شاء الله نشوف آراءكم على صفحتنا الحملة الإعلامية لمكافحة للتوعية بمخاطر تهريب المحروقات وتشاركونا بآراءكم حول أزمة التهريب شكرا لكم والسلام عليكم لا تزال ليبيا تخسر المليارات جراء تهريب الوقود إلى دول الجوار والدول المطلة على البحر المتوسط ولا يزال الشعب الليبي رهين طوابير المصارف وشح السيولة وارتفاع قيمة الدولار انتظروا لقاءنا المباشر مع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان البحرية أيوب قاسم وآمر الدوريات